انا من نابلس، من نابلس يعني فلسطينيه من نابلس، ولكنني اسكن في الاردن. ما شاء الله. العربية القديمة سواء في المشرق العربي أو في المغرب العربي هي يعني تحمل نفس الطابع سبحان الله ونفس اللبس ودقائق الأمور حتى في الزخارف وفي التقسيمات وفي كل الأمور سبحان الله. ماذا أزور الجزائر؟ يعني والله فرحتي عظيمة حقيقة. أحسستي بنوع من الغرب؟ لا بالعكس، أنا كأن يعني أنا بكيت كثيرا ومن جاءني أيضا بكى. بالعكس كانت مشاعر يعني يصعب أن أفسرها بالكلمات، لأنه الجزائر وعموما يعني المغرب العربي، بلاد المغرب العربي لها ارتباط وثيق بالقضية يعني منذ الأزل، يعني حارة المغاربة التي تم نسبها في 1967 ليس فقط 10 من رمضان. هذه يعني نموذج صغير على فكرة بفلسطين. هناك قرى لم يستوطنوا فقط في القدس، هم استوطنوا في عدة مدن، يعني في غزة هناك مغاربة، في مدن 48 طبرية وغيرها، هناك حارات للمغاربة. فيعني حتى في دمشق يعني أعرف أن هناك حارات للمغاربة بالضبط. فيعني هذا الارتباط الوثيق أحب أن يعني أو أحببت أن أعيده عن طريق رواية ليالي إشبيلية. ليالي إشبيلية أنا أتحدث فيها عن أبو مدين الغوث التلمساني، هذا العالم الإشبيلي الذي جاء إلى فاس ثم انتقل إلى بجاية وذهب إلى المشرق العربي ثم عاد ورجع إلى تلمسان، وهو الذي عبأ المغاربة وحشدهم حتى يكونوا ويلتحقوا بجيش صلاح الدين الأيوبي. هذا الخيط الذي قد يبهت في بعض الأحيان، لكن يعني بحاجة فقط أن ننفض الغبار عن بعض هذه الخيوط حتى تستعيد يعني ألقها وتستعيد نضارتها. أمينة برضو صورة إلي عشان أخذ المقطع الجميل. وش يذكرك الشباك؟ كما قلت ذكرني بالبيوت القديمة في فلسطين، البيوت القديمة جدا، يعني بيت الجد والجدة، يعني اللي كانت هكذا الشبابيك بهذه الطريقة. في قد كنتم في العائلة يعني مع بعضكم؟ أنا يعني لم أحظى بأني أكون في عائلة ممتدة. الجد والجدة هجر من فلسطين وخرجنا إلى ليبيا، فأنا عشت طفولتي كلها ما بين ليبيا وما بين وين بالضبط في ليبيا؟ في ليبيا كنت في مدينة اسمها الزاوية، واسم مدينة الحقيقية في فلسطين اسمها الزاوية. لا حول ولا قوة. أيوة سأتحدث لكم إن شاء الله عن هذه المفارقات. أيوة إن شاء الله بإذن الله. فيعني أنا وعيت على أنني في الغربة وأنني في المنفى وأنني يعني أنه هذا الوطن هو في يدي وليس في يدي في نفس اللحظة، فكانت هذه يعني لم أعش يعني تجربة طبعا النكسة ولا النكبة ولا كذا، ولكن سمعتها من والدي، من جدتي، من أعمامي، كل هذه التفاصيل كانت يعني إذا كانت مخزنة. ليبيا إلا متى يعني؟ ليبيا الأولى يعني
ليبيا هي الأولى. هي طبعاً هي المدينة الأولى التي يعني عشت فيها طفولتي كاملة إلى الصف الثالث الابتدائي، ولكن ما زلت أحمل في ذاكرتي الكثير من التفاصيل. نقشت بعد ليبيا. بعد ليبيا ذهب والدي للتدريس في مدينة الرياض في السعودية، وأنهيت الثانوية العامة من الرياض، ثم جئت إلى عمان لأكمل الدراسة. الشام كلها تركيبة واحدة. صحيح. يعني جاء سايكس وبيكو وقسمونا هذا على شكل الأردن، هي على شكل إبريق، وفلسطين على شكل كذا، ويعني هذا تقسيم. يعني نحن أمة وهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يجب أن يعود هذا المفهوم لنا جميعاً.